السلام عليكم، تحياتي واحتراماتي للإخوان ديالنا كاملين أصدقاء القناة. وانا نصيدو باش مهدية، كنحييكم من هذا المنبر. وفي الحقيقة الشكر قليل في حقكم، راه اللسان كيعجز على الشكر ديالكم. تحياتي واحتراماتي ديما ليكم، وراكم عزاز على القلب. كان واحد شوية ديال الغياب كنعتذر، ولكن كانت ظروف طارئة، ولله الحمد دابا أنا معاكم من هنا لقدام إن شاء الله. من هذا المنبر كنحيي جميع الجالية ديالنا، التفاعل ديالكم كامل، ولي كومونتير لي لايك، لي كومونتير ديالكم الزوينة اللي في المستوى. هذاك الشيء علاش كنحييكم وكنحترمكم، وكنحترم حتى الرياس اللي كاينين هنا إن شاء الله داخلين أرض وصل أرض الوطن. كنحييهم وكنشكرهم على التفاعل الدائم تاهما معنا، وكنحيي جميع المغرب العربي كامل. اليوم ان شاء الله واحد المونتاج غادي نهضروا عليه، اللي هو ساهل وديال الكوشطة، ديال الدوراد، ديال الماربري، ديال الدرعي، يعني مونتاج زوين كوليسون وساهل في المتناول ديال الجميع. كنت هضرت مع بعض الاصدقاء في عبر الواتساب، وكنت ناقشت معاهم هذا المونتاج وطلبوه مني باش نحطو. واليوم ان شاء الله انا غادي نحطو. كيف ما كتشوفوا هذا المونتاج خصنا بلومات بحال هادو، راهو موجودين، يعني العبار اللي بغيتي 100 غرام، 120 غرام، 110، 125، حتى 140، على حسب الكاباسيتي ديالك ديال القصبة. ها هما كناخذوا هاد لي زيميريون كوليسون مزيانين، هادو وممتازين. لي زاغراف اختاريت لي زاغراف كبار. علاش اختاريتهم كبار؟ هما خصكم ديروهم صغار من هادو. انا اختاريت هادو باش يبانوا ليا في الفيديو، باش يبانوا، باش تشوفوا وتلاحظوا المونتاج يبان لكم احسن من ندير دوك لي زيميريون صغار، دوك لي زاغراف صغار عفوا. ولي زيميريون هادو الصغار راه معروفين هما، يعني عندنا لي زاغراف، لي زيميريون صغار، عندنا هاد البلوم، وعندنا الصنار اللي غادي نركبو في الاخر في المونتاج. وبالنسبه للخيط اللي غادي نخدم به دابا، انا اختاريت هاد الخيط، هذا اللون ديالو مارو مغلوق، يعني كون لقيت حتى الكحل غندير الكحل. علاش؟ باش يبان. انا لا درت خيط ابيض راه ما غاديش يبان، و كيدير واحد شويه تشويش في الصوره، يعني كاين بعض الاخوان يعني ما كيبانش ليهم داكشي مزيان. اللهم اختاريت هاد اللون هذا، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يبان، باش توصل الفكره للاصدقاء ديالنا. نبداو ان شاء الله في المونتاج. هانتو اول ما غنبداو هذا الخيط اللي عندنا من الماكينه، انا كنفسر يعني كنبسط الاشياء باش كلشي يفهم، لان انا كاين بعض الاخوان كنحترمهم اللي هما عاد غيبدا اول مره، يعني خاصو يعرف، خاصو يفهم، راه هذاك هو اللي كنستهدف انا من الدرجه الاولى. اما الاخوه اللي فايتين كيصيدوا راه ما علقاش معاهم مشكل، يعني واخا ما تفوتوا شي لقطه غيعرفها. اما اللي عاد بادي هو اللي خصني نوصل له الفكره كامله، يعني غنمشي معاه دقه بدقه. هذا الخيط ديال الماكينه منين غنخرجوه من لي زانو ديال القصبه، كنشدوه كنجيبو هادو، نحلو الباكيه، كناخذ وحده. هانتوما كتشوفوا، هاك الاخوان كاملين تيعرفوها، ها هي كنشدو الخيط ديالنا اللي خدينا من القصبه، تندخلوه هادي. ها انتما كيفاش كيدخل، هادي عند هاد العقيقات هادو، يعني هنا لا داعي باش نديرو داك ستوبور هنا باش ما نخافو على العقدة ديالنا لا تقاسم، لا هادو كافي بوحدهم. منين خدينا هادي شنو غادي نديرو؟ غنحطو هادي، غنجيو البلومة ديالنا، هاهي عندها ميريون في الراس، هاهي كيما كتشوفو. ناخذ لاغراف كبيره، هنا ممكن دير لاغراف كبيره للبلومه،
اغراف كبيره ممكن ديرها. نركبوا لاغراف، ها هي محلوله، نسدوها، ها لاغراف سدات. تبعوا معايا وغادي نتفاهموا. غنجيو لهنا غنحلوا لاغراف وغندخلوا هاد الميريو، هذا ندخلو هنا في لاغراف ونعاودو نسدو لاغراف ديالنا. هنا غيعطينا هاد الشكل هذا. ها هي هنا عندنا البلوما، ها هي كوليسا، ها هي تتمشي وتجي، يعني ما كاينش شي عائق ولا شي حاجه، يعني كتمشي وتجي مزيان. باش نزيد ناكد ونزيد نبسط ونزيد نشرح، دابا هاد المونتاج الاخوه اللي كيصيدوا بالخيط النيلو بالسبيب راه خدام ليهم 100%، غيتبعوا هاد الطريقه هادي. الاخوان اللي كيديروا لاتريس اللي معمرن بالخيط ديال لاتريس او الخيط الحريري كما كيتسمى، من الاحسن يجي قبل ما يركب هاد الشيء يدير باطلين، يعني يجيب واحد الخيط مزيان نيلو 40، الا كانت عنده لاتريس ديال 12 ولا 14 يجيب 40 ولا 45 مزيانه، ويدير واحد البادلين يعني واحد العقده. اللي ما عرفش هاد العقده يرجع للفيديوهات راني درتها وتكون فينية مزيان، يدير تقريبا واحد 10 متر الا بغى يخدم، يدير واحد 10 متر يعني خصو يدخلها في الماكينه وتكون العقده فينية باش منين يخرج ما توشيش له في لي زانو، تكون فينية. يدير واحد البادلين القدام وهذاك البادلين هو اللي غيخدم فيه الطريقه ديال الكوليسا. كنظن حنا فاهمين، يعني عاود يخدم على داك السبب اللي زاد القدام. كنظن بان الفكره راه وصلت. نكملوا، كنجيو هنا كنديروا اميريون ديال جوج، ها هو صغير اميريون ديال جوج. بالنسبه للعقده ها هي عقده وحده هي اللي كندير انا مزيانه، كنثيق فيها 100%. كندخل السبيبه هو مره، كنعاود نرجعو من الجهه الاخرى، كيولي هنا مضوبل على جوج. كنجي هنا تنشد الميريون بيدي نحكمو ونفتح هاد الدائره هادي، ونشد الراس ديال الخيط ونبقى نجمع هاد الخيوط بجوج. هاهم واحد 6 دورات ولا 5، المهم على حسب. هنا انا ما كثرتش الدورات بزاف غير باش نبين لكم. كتجينا العقده هكا، نحيدوا هذا الزايد هذا، هنا شنو كيولي عندنا؟ هنا ما نخافوش حتى على هاد العقده هذه، واخا يكون الخيط رقيق. علاش؟ لان هنا عندنا ديجا هنا هاد الكوليسون فيه عقيقات، يعني ما يضروش لينا بالعقده. هنا ترقيعه هاد الكوليسون باش مزيان، يعني واخا دير الترقيعه فيها مثلا مترو، فاش غادي تلونسي وترخي خيطك تقدر تولي فيها حتى 2 متر ولا 3. علاش؟ لان البلومه ملي كطيح في البحر هكا وكيكون الكورر كيدخل وانت طالق الخيط، هاد الخيط اللي فيه الترقيعه والطعمه كيدخل، يعني ما غيمشيش متوازي مع هادي بجوج، لا هذا غيمشي خف من البلومه، يعني غيخرج الى طلقتي الخيط غيخرج، كتولي عندك الترقيعه طويله. حنا مفاهمين دابا، زيرتي خيطك راه غادي غيتستوب هنايا، يعني لا زيرتيه غيتستوب في داك العبار اللي درتي انت في الترقيعه. مترو انا اختاريت عندي مترو. هنا خديت الصنار ديال الزيرو ان 0-1، العقدة معروفة هانتوما الإخوان. نعاود، كاين بعض الإخوان اللي عاد التحقوا بالقناة، هانتوما كنجيب هاد الخيط كونتر هاد الخيط هذا، وكندور هنا كندور وكنهبط لتحت ماشي كنطلع لفوق. الا طلعتي لفوق غتجيك العقده مقلوبه، يعني غيجي
عشتيو هانتو. الا غندير البوخو غندير صنارة وحده باش كتبقى عندي الحريه فين ندخل البوخو يعني يوصل كاع حتى لهنا مزيان، ما ندير جوج صنارة. والا غادي نطعم باللونغ، وعندي اللونغ يعني على حسب الكاليبر اللي عندك، يعني واش كبير ولا صغير. اذا كان صغير ممكن ندير جوج صنانر متابعين بحال هكا، ولكن نديرهم شويه مبعدين تقريبا، نخلي واحد 3 سنتيم الوسط ولا 4. علاش؟ باش تجي وحده القدام في الراس وتجي الاخرى اللور، عاد تجمعهم بالفيل ماجيك، ميجوش مقاربين، يجيو بعدين، فهمتوني؟ يجيو بعدين بواحد 3 سنتيم تقريبا ولا 3.5. هادي إلا غادي نستعمل اللونغ. ولا غندير العكريش مثلا، عندي العكريش ديك الكحلة نقدر نديرهم هكا مقاربين، نخدم بها في جوج العكريشة، كنعرفوها كانت كبيرة كحلة، خصها جوج صنانر. كانت صغيرة ديك الصفرة ديال الرملة، نقدر نستعمل صنارة وحدة، ونقدر نستعمل جوج، كل صناره ندير فيها وحده، حيت اصلا ديك العكريشه ديال الرمله ما كيكونش الحجم ديالها كبير، كتكون صغيره. الا استعملت جوج صنانر راه غندير كل وحده في وحده، والا استعملت صناره وحده راه غادي ندير وحده، كنظن مفاهمين. وبالنسبه للعقده ديال الصناره الثانيه، الاخوان اللي ما كيعرفوش يزيدوا الثانيه، كنهضر مع الاخوان اللي هما عاد بداو. ها انت راه نفس المونتاج اللي درنا في الاول، الصناره الاولى غنديرو في الثانيه. كنشوف المسافه اللي بغيت نخلي، مثلا هي هذه، ها هي كنختار المسافه صافي، وتنوقف فيها هنا، تنشد من هنا وندور الخيط ديالي من الجهه الاخرى، دوزو من الفوق صافي، ونبدا ندور انا من الفوق وجاي هابط لتحت. ملي كنهبط راه كنكحز يديا واحد شويه، مع الممارسه غتجيك ساهله. صافي هكا هانا، هادي لا كنت غنستعمل اللونغ، غندير هاد الطريقة هادي. كما قلنا وحدة كتجي القدام وحدة كتجي اللور، عاد كتجمعهم في الماجيك. اللونغ كتجمعها في الماجيك، وإلا كان كاع إلا عندك اللونغ والعكريش ديك الحمراء ديال الرملة لي صغيرة، ممكن تخدم بهاد الطريقة على اللونغ والعكريش، يعني دير عكريش هنا وتزيد هنا، دير وحده اخرى هنا وتلونسي. نكملوا المونتاج ديالنا دابا، تفاهمنا من الناحيه ديال الطام. غنجيو هنا، شنو غادي ندير هنا؟ غندير اغراف، غندير اغراف، اغراف، وغادي نسطها. شوف غنجي هنا ناخد ميريو ديال جوج، عقلو معايا مزيان، غندير العقدة ديالي كيف ما العادة كيما وريتكم في الأول، 5 دورات ولا 6، هكذا ديما نحيدو هاد الزايد هذا. نجي لهنا، تبعو معايا مزيان، غنحل هاد لاغراف هذا. هنا شنو عندنا؟ عندنا ميريو درنا فيه لاغراف، هو ميريو اغراف. غنجي غنخشي عاوتاني هادينا هنا. علاش درت انا هاد الطريقة؟ باش نسهل عليا العملية ديال التبديل ديال الطراقع. نصد لاغراف ديالي، ها المونتاج، هنا كما كتشوفو هانتوما، شتي المونتاج ديالي كيفاش غيجي؟ غيجي هكا. ها
روما راه عندنا كوليسون، هي كتمشي وكتجي هنا. ملي كنبغي نبدل الترقيعه عندي بسهوله، كنحل غير هاد لاغراف هادي ونجبدها وهنا ناضي، فهمتوا؟ كنحلها هاد لاغراف ونجبد هاد الميريو من هنا، وتكون عندي ديجا مصاوبه وحده اخرى فيها ميريو، كندخلها حتى لهنا مثلا، ندخلها نحل لاغراف وندخلها في بلاصه هادي واللونسي، كتكون ديجا مطعمه محطوطه ملي كيكون الحوت راكب باش ما ديرش الروطار. هانا نتمنى من الله الفكره تكون وصلت، وتحياتي لكم والف شكر لكم كيف ما العاده، وكل احترام والتقدير لكم كاملين. تحيه كبيره كبيره كبيره. الحلقه الجايه ان شاء الله دعوا معنا، راحنا كنهبطوا، راحنا كنستمر على القرب. بغيت ندير لكم شي فيديو ان شاء الله يكون ناضي من المصيد، راه باقي ما جابش الله التيسير. بغيت شي حوتانيت، شي حاجه اللي مولف، اللي مولف مثلا دوك الاحجام اللي مولف كنشدها. بغيت نشد شي حاجه اللي تكون نيت، الا قلتي سمكه قرب سمكه قرب. دعوا معنا والف تحيه كبيره لكم، وشكرا كنحييكم من هنا، تحياتي واحتراماتي لكم.